متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود طقس في هذه الليلة، عفوا، في العاصمة الرياض مع 29 درجة مئوية الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا كالعادة. سكاكا 35 ل 23 مع طقس صافي، عرعر 25 ل 22 عفوا 35 ل 22، تبوك 36 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة 39 ل 28، المدينة المنورة طقس حار 43 ل 30، مكة المكرمة 39 ل 30، الطائف 34 إلى 26. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 ل 24، جازان 34 ل 33، وأبها أمطار خفيفة 30 إلى 20. المنطقة الشرقية الدمام غبار خفيف 41 ل 28، حفر الباطن 41 ل 30، والإحساء أتربة مثارة 43 إلى 27. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 42 ل 28، بريدة 39 ل 25، وحائل 35 إلى 20. إلى اللقاء.